وعلى الافتراءات التي تروج في الفيسبوك. فالمصادر ديال النائب البرلماني في الواقع خاصها تكون هي التقارير، خاصها تكون هي الوثائق الرسمية، بينما كتجيبوا واحد من اتهامات كتستقوها من الذين يروجون اكاذيب. اولا غير دابا عاد كنقول لك بان هناك فئه واسعه من المغاربه تعاني من الفقر، وبالدق قلتي 8 ديال المليون، ومن بعد لقيتي بان الرماد كيستافدوا منه ما يزيد على 11 مليون. ماذا يعني هذا؟ يعني ان الرماد كيغطي اكثر من الحاجه ويقدم خدماته للفقراء وكذلك للأشخاص في وضعية هشاشة. وكتعرفوا كذلك بأن اليوم، لأننا عارفين أن الفقر مستشري في الكثير من الفئات خصوصا المنعزلة وفي القرى وحول المدن، اليوم الحديث على سجل اجتماعي موحد لإحصاء هذه الفئات من أجل الاستهداف، لأن اليوم جميع الدعومات التي تقدمها الدولة في الواقع كتهدر، خصوصا أن هذه سنوات، هذه محصلة ديال عشرات السنين اللي عطتنا هذا الواقع ديال الفقر وديال الهشاشة. لذلك كنقول بأن السياسة ديال الاستهداف لم تكن سياسة ناجعة. اليوم نشتغل على أن يكون الاستهداف ناجعا، وكنربطوها نعم بالإصلاح الذي يشمل اليوم صندوق المقاصة. وهذا صندوق المقاصة اليوم اللي هو يدخل في واحد سلسلة من الإصلاحات حتى نستهدف برفع الدعم، دعم الفئات المهمشة والفئات اللي كتواجد في وضعية صعبة وكذلك التي تستحق الدعم. اليوم تبقاو تروجوا هذا الكلام حشومة، وانتم نواب ديال الأمة، يجب أن تكون في مستوى القيام بدوركم النيابي، يجب أن تتحدثوا بما ينفع الناس وليس بما يشوش على الناس. بغيت نقول لكم كذلك السيد الرئيس، اليوم الجهد اللي كتبذل الدولة المغربية جهد كبير جدا. إلا بغيت نقول لكم دابا غير الملايير التي شكرا سيدة الوزيرة. بدون من فضلكم، شكرا سيدة الوزيرة.